هنرسم بورتريه، هنعمل دايرة ونقسمها بالطول وبالعرض للنصين، وبعد كده نحدد منطقة الفك، وبعد كده المنطقة اللي في النص دي بتبقى منطقة الحواجب، وتحتها على طول منطقة العين. على حافة الدايرة هنعمل الأنف، وبعد كده هنحدد شكل الوش. الرقبة، العين بتبقى ما بين كل عين وعين مسافة عين، العين بتبقى في منطقة مدورة أو بيضاوية كده جوه الجمجمة، هنحددها. وهنحدد الحواجب، بعد كده هنحدد الجفن العلوي في العين والجفن السفلي، هنحدد البق وبأستيكة الفحم، وخففت شوية الفحم، عملت الشعر وحددت النني بتاع العين جوه، هظلله كده، وظللت الفم، بعد كده عملت الشعر. لو عندكم افكار للرسم قولولي عليها في الكومنتات، مش تعملوا لايك وسبسكرايب.